جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير والرفعة والتقدم